يخرب بيتك يا بنتي، انت فهمتي كلام ممدوح كله غلط. الحكايه وما فيها يا ستي ان البنت دي كانت مستلفه فلوس من اخويا ممدوح، فهو بيقول لها روحي لاخوكي هات الفلوس وتعالي. اخص عليكي تشكي فيا برضو، ده انا اقرب واحده ليكي في الدنيا. المفروض بقى كده ان انا اشتريت؟ اخص عليكي يا حياه،
بقى تشكي فيا كل ده عشان شفت بنت موديل خارجه مع اخويا ممدوح من الاستوديو بتاعه اللي في بيتي. بس اللي انا سمعته وشفته في الشقه ما كانش كده خالص. ممدوح قال لها خدي واحده معاكي وروحوا هاتوا الفلوس وتعالوا. وفي مثل عندنا بيتقال مفيش دخان من غير نار. لا يا حياه، في دخان من غير نار. المكان دلوقتي بيطلع دخان. في كده ناس غاويه تنهش في لحم الناس التانيه من غير ولا سبب ولا تبرير. عشان يطلعوا كويسين يعني؟ برافو عليكي، عشان يطلعوا كويسين. وللاسف بيتصدقوا. انت عندك حق. بيتصدقوا فعلا. هي ليه الناس بقت وسخه قوي كده؟ ما تقولي لنفسك بقى. بس انت برضو يا اكرام هتقولي لي القضيه اياها ورحمه بنتي متلفقه. واحد ثقيل كان عايز واحده من البنات المودلز دول وكان عايزها في الحرام، وانا حضر لها ما بيني وبين الحرام. راح واخدها وعمل لها غسيل مخ وخلاها تحترف عليا زور ان انا بسرحها وبقبض من وراها فلوس. هي دي الحكايه اللي انت مكسوفه من زمان تكلميني فيها يا حياه. انما انا بتاع الدعاره وبسرح بنات وباخد من وراهم فلوس، اخي ده انا ابقى واطيه وحقيره واسال كل اللي يتقال عليا. طب ما تقعدي محترمه، امشي جنب الحيط زي ما الناس ما بتقول. ابعدي عن البنات الشمال دول. شمال ايه؟ البنات دول اغلب من الغلب، انت لو كلمتيهم هيصعبوا عليكي. دول لو لقوا تربيه كويسه ولا جوازه عدله ولا شغلانه محترمه كانوا عملوا كده في روحهم. يعني انت برضو بتعترفي دلوقتي ان هم بنات شمال؟ بعترف بايه يا عبيطه انت؟ البنات دول خلاص على وشك الضياع، جاهزين وموافقين، انا بقى بلحقهم قبل ما يضيعوا. يعني بتعملي ايه؟ بساعدهم. بتساعديهم ازاي؟ بجوزهم. بصي يا حياه، انا هفهمك عشان اريحك. انا مش بنت ناس اغنياء ابدا. انا عفرت بايديا واسناني عشان اوصل للمستوى اللي انا عايشه فيه ده. انا اتمرمطت واتذليت لما ابويا طلق امي في لبنان وسابنا وجه على مصر. سيبك من قصتك دي اللي انا سمعتها في المستشفى مليون مره. انت بقى بتجوزيهم ازاي؟ بتشتغلي خطبه يعني؟ لا، خطبه ايه؟ بصي يا حبيبتي، في رجاله متجوزه نفسهم يتجوزوا على مراتاتهم وبيكرهوا الحرام، عايزين يتجوزوا واحده شهر شهرين. في ناس تانيه بتيجي من بره عايزه تقعد هنا 10 ايام 15 يوم وبرضه بيكرهوا الحرام وعايزين واحده تقعد معاهم. اروح انا بقى مجوزاهم واحده من البنات دول وفي الاخر تطلع لها بقرشين حلوين. فهمتي؟ فهمتي؟ دي ما بنسميهاش دهاره، دي اوسخ انواع الدهاره. انت قذره قوي. انا بجد قرفانه منك. قرفانه مني يعني ايه؟ يعني كلمه زياده هتف في وشك. شايفه الباب اللي انت دخلتي منه وقفلتيه ده؟ تخرجي منه مش عايزه اشوف وشك تاني خالص. استني، كل الملاليم صرفتيه عليا، اول ما يوسف اخويا يدهوني انا هاجي لحد عندك وهديكي الفلوس دي هرميها في وشك على الجزمه القديمه يا قواد. لا، واضح ان انت بجد اتجننتي، انت بجد مجنونه. سيبي اي حد. ادهم مالكيش دعوه بيه خالص، لا تكلميه ولا تشوفيه. وعارفه لو عملتي كده انا هعمل فيك ايه؟ دي اخر وقفتي جنبك؟ معلش انا برضه هبقى احسن منك، هسيبك اما تهدي وبعد كده نتكلم. ماشي يا حياه، ماشي. انا مش عارفه انا مالي، أنا جعانة قوي. دكتور هشام قادري فين؟ مش موجود يا فندم. ليه؟ هو في ايه؟ هي دي بقى الشقة اللي مأجرها لك الدكتورة أبو نضارة؟ حلوة والله.
بس حاجة غريبة جدا، يا ترى هو معاه فلوس عشان يدفع إيجار شقة زي دي ولا دي فلوس إكرامه؟ هو أنت كمان عرفت إكرام؟ مش أختي، ولازم أعرف عنها كل حاجة. من إمتى؟ من زمان يا حياة، من زمان قوي. أنت نسيتي؟ نسيتي إحنا قد إيه كنا قريبين من بعض؟ ده أنت كنت أقرب ليا من ندى. ده أنا لما كانت بتحصل لي مشكلة ولا مصيبة كنت بجري جري عليكي عشان أحكي لك وتحلي لي مشكلتي. نسيتي كل ده؟ وأنت كمان، أنت كمان يا يوسف كنت أقرب واحد ليا، عمري ما خبيت عنك حاجة. فاكر؟ فاكر لما كنت بحكي لك علي أنا ويحيى؟ فاكر؟ على فكرة لما قلتي لي خد بالك من مراتك يا يوسف كنت تقصدي إيه؟ مش فاكرة، ما كنتش أقصد حاجة. لا كنت تقصدي، أنت مش قابلتيها في شقة إكرام في الحفلة وصورتيها بالموبايل بتاعك ورجعتي كلمتيها وهددتيها بالصور اللي معاكي؟ سبقتني قالت لك. شفتي؟ وطبعا أنت مش هتطلبي أقل من 10 مليون جنيه علشان تسلميها الصور. بالمناسبة فين الصور دي؟ أنا عاوز أشوفها. مفيش داعي. ليه؟ ليه مفيش داعي؟ أصل مسحتهم من على التليفون. هي الحفلة دي اللي أنتِ خدتي معاكي فيها أدهم مش كده؟ أدهم؟ لا، أدهم ما كانش معايا. لا خدتيه. بقى الحفلة دي ما خدتيش معاكي أدهم في شقة إكرام؟ ده رأيي يا يوسف. أنت جاي تحقق معايا ولا إيه؟ من فضلك جاوبيني يا حياة. قلت لك لا. هو في إيه؟ انت طول عمرك كنت صريحة وما بتطيقيش الكذب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيرك؟ اوصل لحد المستشفى اللي قعدتلي فيها 13 سنة. قول لهم لو دخلت واحدة عاقلة وقعدت اديها في أدوية اكتئاب وجلسات كهرباء هتخرج بعد كده عاملة ازاي؟ هتخرج تبقى كبانة وكذابة وماشية جنب الحيط زي كده، وهتفكر مليون مرة في الكلمة قبل ما تنطقها. عايزين مني ايه؟ أنا مش عايزة منك حاجة على فكرة. ايه دي بس؟ أنا كل اللي عايزاه أدهم بس. أدهم وخد الباقي كله يا يوسف. أنا مش عايزة منكم ولا مليم. ارتحت؟ على فكرة أنا صرفت نظر نهائي عن موضوع رجوعك المستشفى تاني. أنت أصلاً ما تقدرش ترجعني المستشفى. أنت ناسي إن أنا خارجة بورق رسمي بيقول إن أنا أعلى من 20 زيك. واتجننتي؟ فجأة بتحصل. ياما ناس عاقلين وزي الفل. فجأة بيزعوا. أصل الفرق يا حياة ما بين العقل والجنون شهراية. شهراية صغيرة، وعلى فكرة أنا أقدر أتحكم فيها كويس قوي، بس أنا معاكي مش هعمل كده. أيوة حياة، مش هعمل كده. أنا هخليكي هنا، هشتري لك الشقة دي وهجيب لك شغالة وعربية وسواق. مش بس كده، أنا هاجي كل يوم بعد ما أخلص شغلي وأقعد معاكي ونرغي ونضحك زي زمان. فاكرة يا حياة؟ فاكرة زمان؟ بس أنا بقى عندي شرط واحد. إيه هو؟ إكرام وأبو نضارة تقطعي علاقتك بيهم نهائي، ويحيى وأدهم. لا، أدهم ده تنساه تماما. مفيش بني آدم على وش الدنيا ممكن يبعدني عن أدهم تاني. ده أنا خرجت عشانه، خرجت عشانه بعد 13 سنة. أنت مش عارف أنا عملت إيه عشان أعرف أخرج. ده تنساه، ده أنا مصدقت لقيته. ما تفوقي بقى، فوقي. أنت عارفة أدهم بيفكر فيك إزاي؟ شايفك إزاي؟ أيوة عارفة شايفني إزاي، بس انا بقى قادره كويس قوي اغير فكرته دي عني. مش هينفع. لا هينفع يا يوسف. مشكله كبيره يا حياه. انت عارفه ان انت كده هتخليني اعيد تفكير في كل اللي اتفقنا عليه.
ولا ايه رايك يا دكتور؟ معانا في الحوار ولا ايه؟ مش عيب عليك لما يبقى راجل في سنك وبنضاره ويقف في الحمام كده زي النسوان؟ يوسف من فضلك انا عملت كده بس علشان ما تدخلش بينك وبين اختك. ليه؟ تروح فين؟ تتدخل ما بيني وبين اختي؟ انت مين يالا عشان تتدخل ما بيني وما بين اختي؟ يوسف لو سمحت. انت اتجننت؟ انت مش خرجتها من المستشفى وعملت لي فيها سفير النوايا الحسنه؟ يوسف من فضلك. ايه بقى؟ عايز ايه؟ بتلف وراها ليه؟ لازق ومثبت ليه؟ نزل ايدك. قاعد في شقه اختي وفي اوضه نومها بتعمل ايه؟ عشان جوزي. انا وهشام، انا وهشام اتجوزنا. جوزك يا حبيبتي شكله كده هيتاخر، وعمك عنده شغل الصبح بدري. يا طنط والله زمانه جاي. ما انت يا بنتي من ساعه ما جينا وبتقولي زمانه جاي. بصراحه انكل انا مش عارفه اقول لك ايه، هو المفروض كان رايح المستشفى يعمل حاجه بسيطه وجاي على طول. عموما ادينا اطمنا عليه والحمد لله عرفنا انه بخير. الكلام اللي انت قلتيه لعمك في التليفون ده خلاني افكر ان انا حاجه الاقيه مربط ونايم في السرير. ها على عموما ده احنا اطمنا عليه، الف حمد لله على سلامته. لا طب استني، بصي دقيقه هكلمه على الموبايل تاني يمكن يكون فتحه. يا بنتي ما تتعبيش نفسي. طب هكلمه في المستشفى يمكن يقولوا لي مشي امتى من هناك. مين؟ وهي بتسال عليه هنا ليه؟ هي لسه على الخط؟ طب حاولها لي. مرات هشام بتسأل عليه. وليكي عين تكلميها بعد اللي حصل؟ بيك حق قوي. طب اسمعي وتعلمي. انت هتقولي لي ده انت خبرة، ده انت غسلتي وشطفتي البيت الممرضة اللي بعتها لك بالفلوس. علا، اهلا اهلا يا مدام. والله وما ليكي عليا حلفان، كنت عاوز اكلمك عشان اعتذر لك على الموقف البايخ ده. أنا أصلي عملت كده، كنت فاكرة إن البنت المجنونة دي هي اللي داخلة علينا، قلت تشوفني في حضنه عشان تحل عنا، لكن هي جت فيكي إنتي بقى. لو سمحت دكتور هشام مشي من عندك إمتى؟ مشي؟ هو جه هنا أصلاً عشان يمشي؟ ولا هو يقدر يجي هنا أصلاً؟ جوزك سرق عهدته اللي عندي هنا في المستشفى عشان يبيعها للعيانين بتوعه في العيادة، وإن شاء الله هوديه في 60 داهية. هي طمنينا يا بنتي، قالوا لك إيه؟ الست دي مجنونة ولا إيه؟ قالوا لي إنه أهو. في إيه؟ في ايه؟ دكتور هشام عدلي موجود؟ ليه في ايه؟ معانا عمرو المنايه والقبض عليه. لو ما كنتش قلت له كده كان هيعمل مصيبه. وبعدين ده السند القانوني الوحيد اللي انت تقدر تقف بيه قصاده عشان ما يرجعنيش المستشفى تاني. من الاخر يعني انا سددها خلاص في وشه. لما انت عارفه كده بقى مالك قلقانه ومتوتره وخايفه؟ بس انت مش عارف يا هشام، انا ويوسف من صغرنا قريبين جدا لبعض. يوسف بيحبني قوي، بيغير عليا. صدقني كان ممكن يقتلني. معلش ربنا يهديه. بيحبك وبيغير عليكي. في طيبه كده، انت طيبه قوي كده ليه؟ نسيت اللي هو عمله فيكي. مش عايزه افتكر. انت شفت انا اول ما قلت له انا وانت متجوزين هدي ازاي؟ طبعا يعني انا اخته من لحمه، لازم يطمن عليا. على فكره يوسف طول عمره طيب قوي، والله العظيم طول عمره طيب جدا، كان دايما يتخانق يطلع 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 وينزل على ما فيش. بس عايز اقول لك يعني انه مش معنى انه نزل وسابنا ان هو هيسكت. يوسف مش هيسكت. وفي حاجه كمان حصلت النهارده لازم اقولها لك، دي اللي خلتني اجي واقول لك ان انا ما ينفعش اسيبك معاها لوحدك. في دكتور اسمه صقر هيكل كلمني وسال عنك.
عني انا؟ عارف ان انتي الحاله بتاعتي من زمان، فطلب ان انا اكتب تقرير واوديه له علشان يوسف اخوك الطيب اتفق معاه انك تروحي المستشفى. شفتي بقى اخوك اللي بيطلع يطلع وينزل على ما فيش، عايز يعمل ايه؟ توعدني؟ لو وعدني ان هو مش رجعني المستشفى تاني. هشام انت اكيد غلطان، انت ما سمعتوش بره؟ ما سمعتوش بره لما قال لي انا هشتري لك الشقه وهجيب لك شغاله وهجيب لك العربيه؟ انت سمعته ولا ما سمعتوش؟ سمعته حياه، بس انت بقى صدقتي. اصل المجانين دلوقتي بقوا انواع. اتجوزها؟ صايع ابن الجزمه، بلف دماغها وعمل كل اللي هو عاوزه، واحنا هنا قاعدين في الطراوه. وازاي سكت يا يوسف؟ ازاي تسيبها معاه وتنزل؟ كنت عاوزاني اعمل ايه؟ اطبخ في زمارة رقبته واخلي اللي ما يشتري يتفرج وتبقى فضيحه بجلاجل، ولا سيح دمهم هم الجوز واخلص؟ لا، تسيبها معاه وتنزل يا سيدي الرجاله. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كان من ساعه ما سمعت الجمله دي حسيت فجاه ان جرد المايه متلجه نزل فوق نافوخي. لا عرفت افكر ولا انطق ولا اتكلم ولا اعمل اي حاجه. ازاي ما خطرش على بالي الموضوع ده؟ ازاي ما فكرتش فيه خالص؟ بس لا، هو فكرني هسيبه؟ ده وحياه امه. لا طلع البلا لزع على جدته، هخليه يكره اليوم اللي اتولد فيه، ويبقى يقابلني بقى لو اللي في دماغه او في دماغ غيره حصل. لا يا حبيبي، اللي في دماغه هيحصل، وبكره ولا بعده هتلاقي المحامي بتاعه بيكلمك، واجراءات رفع الوصايه هتجيلك لحد عندك في المكتب، ومش بعيد تلاقيه داخل فيها انكشي ويقول لك البيت بيتها ولازم تقعد فيه معاكم. وحياتك وغلاوتك يا نوجة لشانيارو قبل حتى ما يفكر في كل اللي انتي بتقولي عليه ده. مش هتلحق تعمل حاجة يا يوسف. أنا اللي يعاديني تبقى أمه داعية عليه، والواد ده خلاص. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا قلبي. عارف؟ ممكن الواد ده يروح في 60 داهية ودلوقتي حالا. تعال. هتعملي إيه يعني؟ الوقت تشوف هعمل إيه؟ تعال. وانتي بتطلبي مين؟ بطلب حماك عشان يجر الواد ده من قفاه. نعم، بتطلبي حماية ليه؟ شايفاه اكتع ولا اتشليت؟ لا، شايفاك عمال تهدد وتشتم وبس وما بتعملش حاجة. عشان موضوع زي دوت ما ينفعش يتاخد قفش كده يا أم التخطيط. موضوع زي ده محتاج يبقى على رواقة وهداوة. هو ايه يا يوسف اللي محتاج يتاخد بهداوه ورواقه؟ قالوا لي انك انت نايمه طول النهار ما بتصحيش. اسكت يا يوسف، انا مش عارفه دماغي فيها ايه، مش مظبوطه خالص. كل ما اقوم من النوم احس ان انا عايزه انام تاني.
تلاقي في حد ساقاكي حاجه ولا حطلك حبايه منوم عشان تفضلي نايمه على ودانك وما تدريش من اللي بيحصل من حواليكي. هو في ايه؟ في ايه يا يوسف؟ يا بنت المسروعه، اظن بقى ندى لازم تعرف كل حاجه وبالتفاصيل الممله، مش كده ولا ايه يا خالته؟ يا واطي يا جبان. بالعكس يا حياه، انا لازم اروح له بكره واتكلم معاه كده بهدوء واشوف ايه طلباته. هيقولك طلقها. وهوافق، بس بشروط. لازم يضمني الاول ان عمره ما هيرجعك المصحه تاني، وان عمره ما هيبعد عنك ادهم ويديكي ميراثك اللي انت عايزاه. هشام، يعني لو لازم تقعد معاه فهمه ان ادهم ده خط احمر، مفيش اي تفاوض عليه. انا اصلا خرجت عشانه، وقوله كمان اني من حقي اخد فلوسي عشان اعرف اربي ابني واعيش حياتي معاه، وفهم بقى كويس قوي ان انت غني وان انت مش محتاج لفلوسي، علشان ممكن يكون متخيل ان انت طمعان فيا. الا ادهم، يلا قوم روح، الوقت اتاخر قوي وزمان مراتك قلقانه عليك. انا كمان عايزه اتكلم في التليفون، عايزه اكلم ادهم. حاسه ان انا بتكلم معاه كده بحس بالدفى. قوم روح. اكتر حاجه بتعجبني فيكي ذوقك الحقيقه. قوم روح. على فكرة لو ما كانتش عايز ايه يا هشام تاني ما تروح؟ لا أنا بص كنت عايز أقول لك لو يعني ما كانتش ولاء مامتها التعبانة. لا ما تقلقش عليا، اقفل بس الباب وراك. حاضر. بص يا اشحن موبايلك. حاضر. اوكي باي. اوعى تكون نمت. لا 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 أنام ايه بس؟ ما انت عارفاني أنا بتاع ليل وآخر، طمنيني. عاملة ايه؟ أنا كويسة يا حبيبي طول ما أنت كويس. لا مش قد الكلام الجامد ده. قولي حياة، هو الكلام ده من قلبك؟ أي كلمة بقولها لك لازم تكون طالعة من قلبي. أدهم عايزة أشوفك. أدهم إيه؟ بقول لك عاوزة أشوفك. آه ما أنا هشوفك. بقول لك إيه، أنا بكرة عاملك سبرايز حوار. أنا مش هستنى لبكرة، أنا عايزة أشوفك دلوقتي حالا. ما قلتيش رأيك يعني. رأيي في ايه؟ هو انت مش قلتلي ان انت رجعتها المستشفى؟ طب ما انا كنت فاكر كده. الحيوانة اللي اسمها سلوى ثبتتني واكدتلي انها معاها وطلع بيها على المستشفى وفجأة لقيتها بره. ايه؟ هنفضل نتكلم في اللي فات؟ ما تخلينا في اللي احنا فيه ده. لا ما قلتليش يا طنط، هو لما البي يحيى راح لها قال لها ايه؟ معلش يا طنط، ندى كان لازم تعرف عشان تفكر معانا، اصل احنا كلنا في مركب واحده ما ينفعش حد ينط. طبعا ما انا كنت ضروري هقول لها، وكمان يحيى لما كان هيجي اكيد كان هيقول لها. حلوه منك دي يا نوك، حلوه ضحكتني، يعني في وسط الاحداث الغامقه اللي احنا فيها دي وضحكتني. خليك يا اخويا في طليت حكتها لحد دكتور المجانين ده ما يشفط فلوسها ويفضحنا في كل حته. وحياتك عندي معايا طول ما الليم واحد. الدكتور ده لازم يدخل السجن وهي تروح مستشفى تاني. انا معاكي في ان الدكتور ده لازم يتسجن ويطلقها قبل كده، لكن مش معاكي في انها ترجع المستشفى. انا مش فاهمه، مش فاهمه ليه مش عايزاها ترجع المستشفى؟ ما طول عمرها متلقحه هناك ومريحانه منها ومن جنانها وقرفها، والله الدكتور ده كان زمانها مرمية هناك. ابنك ايه؟ مساء الخير. مساء النور. مساء النور. تعالى يا حبيبي. عرفت اللي حصل؟ ايه يا طنط؟ ما تخلينا نحكي له. هو في ايه؟ هتعرف حالا. مستعجل ليه؟ لينا اوضه نتكلم فيها. طب يا جماعه هسيبكم انا بقى واطلع اشوف الكابتن، ما هو كمان قابلها النهارده. قابلها؟ انت تقصد مين يا يوسف؟ مش قالت لك ما تستعجلش؟ ما تستعجلش. قلبي عندك والله يا يحيى. ده انت هتتنفخ يا معلم.
شوف مش هي قد كده بس هتنفخك برضو. تصدق انا كمان ما بحبش التليفونات بس ساعات بتنفع وقت الزنقه. وعدك النهارده مفيش تليفونات الا معاكي وبس. طب اقول لك ايه، انا دقيقتين وربع اكون عندك. دقيقتين وربع ونص مش هيحصل كويس. يلا مستنياك. باي باي. رايح فين؟ انا؟ اكيد مش انا. الجزمة ابو واحد صاحبي مستني تحت ولازم اديها له حالا. الجزمه ابو واحد صاحبك مستلفها من ابنه. مستلفها؟ احنا من امتى بنستلف جزم من حد؟ اللي حصل بقى يا جو. لا مصدقك مصدقك يا حبيبي، وانا قلت حاجه بس انت تجيب الجزمه دي نديها للبواب يديها لابو صاحبك. ولا انت ليك مزاج تنزل؟ بقيت بتخبي عليا يا ادهم، بقيت بتخبي على يوسف مع اننا المفروض اصحاب وسرنا مع بعض وعمر ما حد فينا خبى حاجه على التاني. يا جونا عمري خبيت حاجه عنك؟ انت اللي بتضل لي وش ملوش اي 30 لازمه. ما قلتليش ليه انك شفت طنط ايناس في الحفله اللي رحتها مع المجنونه اللي قدامنا؟ مطرود رد يا صاحبي، هي اللي عمرك ما خبيت عليها حاجة. رد! انت عرفت ازاي؟ هي اللي حكت لي. حياة؟ حياة مين؟ إيناس اللي حكت لي. هي شافتني ازاي؟ أنا نزلت من غير ما حد يشوفني. نزلت تجري وانا جيت لك تحت بالعربيه وركبت وانت مخنوق وعاوز تشرب عشان تنسى. لا لا كنت عاوز تنسى ايه يا ادهم؟ لا لا ما انا كنت خايف. كنت عاوز تنسى ايه يا ادهم؟ ما هو انا لما شفتها في الحفله انا بس كنت خايف لحسن تروح تقول لاختك، وانت عارف اختك طبعا ما بتخبيش حاجه، دي ممكن تحط اللي انت عاملها نكد. متاكد ان ده السبب الوحيد اللي منزلك؟ يا معلم ايه يعني؟ هيكون ايه غير ده؟ والحته بتاعت صاحبك اللي شفتها في حضن راجل تاني. فيلم؟ فيلم؟ فيلم ولا انا صاحبك؟ والحته دي تبقى ايناس مراتي. رد يا ادهم، رد قول لي ان انا صاحبك المغفى. رد. لما انت خايف من صوتي العالي بتروح لها ليه من ورايا؟ وطي صوتك ادهم اسمعي. ما يسمع. هو انت فاكر ان انا مش هقول له؟ طب ايه رايك بقى ان انا هروح له دلوقتي واقول له؟ بطلي هبل وعقلي. عقل؟ سبت لك يا حبيبي العقل بقى اللي كنت بتتغدى معاه النهارده. والله العظيم كنت هحكي لك يا حبيبتي. اللي عايز يحكي كان حكى من الاول، مش نايمني في العسل وتروح تعمل اللي انت عايزه وبعد كل ده جاي تقول لي بعدي عن ادهم؟ كنت فاكرين هقول لها ايه يعني؟ انا اسف يا حبيبتي، اصل انا سبتك ورحت اتجوزت اختك، وان ندى ربت ادهم على انه ابنها، وايه رايك بقى لو طلقت ندى واتجوزتك ورجعنا لبعض تاني؟ وانا كنت هكلمها في الهبل ده ولا هكلمها عن ابني ومستقبله؟ وانا ما اعرفش اي حاجه عن الماضي ومفيش داعي انه يعرف. ولو كنت بتحبيه بجد يا حياه ابعدي عنه. ها كنت هكلمها في ده ولا في ده؟ برضه ادهم لازم يعرف الحقيقه. اصبري يا ندى وما تلخبطيش الدنيا. بالعكس ده انا لما هقول له هعدل المتلخبط. بطلي تهورك ده والغيره اللي ملهاش معنى. غيره؟ انت ايه؟ جرالك حاجه في عقلك ولا اتعديت منها؟ طب ايه رايك بقى؟ أنا هاخدك من إيدك النهاردة وروح نبارك لحياة على الجواز. جواز؟
هو انا ما قلتلكش مش حياة اتجوزت؟ بخاف من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب منين يجي الإحساس من نفسي ولا الناس والنهار يكتبه آخر النهار مشطوب والبشر تحسيبه تلاقيه مش محسوب وبخاف من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب منين يجي الإحساس من نفسي ولا الناس ولا النهار يكتبه آخر النهار مشطوب والبشر تحسيبه تلاقيه مش محسوب واحنا زي الشمس احنا زي الشمس مسرنا للغروب مسرنا بخاف من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب منين يجي الإحساس بالنفس ولا الناس واللي النهار يكتبه آخر النهار مشطوف واللي البشر تحسبه تلاقيه مش محسوب واحنا زي الشمس احنا زي الشمس مسرنا للغروب مسرنا للغروب.